بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، متابعي الحدوته في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. زغاريد في كل مكان وفرحه تعم الدنيا كلها يا جماعه. هذا الفرح لم يتكلف من الناس غير القليل، بساطه بساطه، حب حب، عشره عشره، ولكن تحدوا الجميع. بقول لحضراتكم كل واحد تحدى اسرته عشان تنجح الفكره. مفيش قايمه، مفيش قايمه، والمهر كان 100 قرش، جنيه واحد بس. بقالهم قد ايه؟ 2 جنيه؟ لا جنيه، انا قريت، لا جنيه، جنيه، علامة النصر، انتصار. كلنا بنشوف بقى، نشوف مين؟ نشوف الناس. بصوا ترابط، بصوا حب حب حب، 3 مرات. كلنا بنشوف بقى الناس وهي بتروح تشتري ويقولوا لك كده وانت قاعد، بنتنا ما تدخلش غير باقل من عربيه كيا سيراتو، اللي هي العربيه اللي هم مليون دي، وعايزين شقه في التجمع، وعايزين وعايزين. طب اهو الجوازه تمت بواحد جنيه. حب حب يا جماعه، حب. هنروح دلوقتي نعرف على الاستاذ عمرو والاستاذه بسنت، وقصه قصه والله العظيم، والله تتكتب في روايات السينما وتتعرض في شهر رمضان المبارك. هقول لكم على حاجه، انا اقتنعت بالفكره قوي، ونفسي الفكره دي تتطبق وتتعمم. اضمن حق البنت زي ما انت عايز، بس في نفس الوقت اضمن حقها في السعادة مش في الحقوق المالية او المادية. ايه حكاية بسنت اللي موافقين الرأي، وايه حكاية الاستاذ عمرو اللي كسر الدنيا؟ قلبين جوزين هنا، جوز واحد ومراته عمرو وبسنت، قلبين الدنيا هنا في منطقة الهرم. هنعرف التفاصيل ايه ونعرف قصة حبهم، كيف بدأت والى اين تتجه. مساء الورد ليديز فيرتس، طبعا عرفي الناس بيكي وعرفي برضو. بسنت ماجد، رئيس قسم راديو تلفزيون بالاخبار. ازي حضرتك، عامله ايه؟ اهلا بيك. ايه القصه؟ قلبين مصري ليه كده؟ يعني قلبين مصر وش كده؟ انا كنت ببحث عن فارس الاحلام زي اي بنوته. اهلي طبعا ليهم طلبات. طبعا عمرو لما تقدم لقيت في فارس الاحلام اللي ببحث عنه. بس ورديت بقى بالحاجات اللي قال عليها ومشيت الجوازه يعني. لا عمرو بقى قلت ايه؟ انت الراجل العتريز بقى. اقول لك يعني شمشون رقم 2. في الحياه بس انت يعني انا حبيتها بصراحه من اول ما شفتها، وهو يعني انا كان ليا وجهه نظر دلوقتي، ان دلوقتي الراجل اللي بيجي يتقدم لست، الاهل بيطلبوا دلوقتي امن لنا الست، اكتب كذا واعمل كذا، مغالاه. ايه اللي يضمن للراجل ان الست مش هتيجي تخلعه في لحظه مثلا؟ بالظبط ده سؤال كويس. وانا قلت الكلام ده. طيب يا ابني الاهل هيقول طب انت لو عملتها معامله كويسه مش هيحصل حاجه ومش هتخلعك، مش هيحصل اي شيء. لكن نيجي نبص في قوانين الاسره. طب انا عايز ادخل عليك على طول كده، معلش اقتحم عليك عشان الناس عايزه تسال ايه اللي حصل. انت اقنعت ازاي حماتك اللي انت على فكره بتحبها؟ اقنعتها ازاي بالارتباط ببنتها، بنتها الوحيده على فكره؟ عندي اخ. حاولنا بس بنت الوحيده. البنت الوحيده اقنعتها ازاي تاخد بنتها من حضنها؟ مفيش اي ضمانات. اتقابلنا مقابلات مره 2 3 يعني ايه، او بالتليفون في الاول يعني، كان في مره كده تعارف. لكن كان في طلبات كثيره جدا، وطلبات كثيره كانت على وشك تفشكل الجوازه. راحت يعني بسنت اقترحت عليا كده، كان اقتراح ما كانش في بالي خالص، قالت لي بلان بي ان احنا نجوز نفسنا زي فيلم الخطايا اللي هو بتاع الفنان عبد الحليم حافظ ونادية لطفي. رحنا فعلا بالفعل تم الموضوع ان احنا جوزنا نفسنا على طول من غير ما اقصر مع بسنت في اي شيء خالص. شقتي كانت موجوده وفيها عفش وكده، وهي يا دوب جت بشنطه هدومها فقط، بس من غير ما نحط يعني ايه، عملنا الجواز من غير قايمه ومؤخر، عملنا مؤخر كده 5000 جنيه وابتديها بدبله واحده. ايوه فهنا بنسبه يعني ان الحب ابتديها بدبله واحده. لا ارجع بقى ليكي، لا ورينا بقى، لا ورينا دي ذوقي. ابتديتي بدبله واحده ازاي؟ بص يا هاني وطبعا متابعينك، الحياه اختيار. ربنا دايما بيخلي الانسان فيه اختيار، يعني مش هتقدر تفرض عليه اكله معينه. ايوه كذلك كل حاجه في الحياه، انا ما اقدرش حد يفرض عليا البس دبله شكلها معين. ما حدش يقول لي مثلا البسي الفستان بشكل معين. كذلك اتخيل بقى حياه بيت، اصل بالاخص فتره عمر كان في زميل اخويا او صاحب اخويا، زميل صاحب عمره يعني، وهو طفل كان متقدم لي صيدلي، وهيجيب لي بقى المظاط وهيجيب لي مامته، وشاريني جدا في فتره عمر، سبحان الله جم في وقت واحد يعني. فانا بالنسبه لي لما شفت عمرو، وان عمرو عنده اولاد ولدين يعني، ما ادراك طبعا مشاكل اب. فطبعا فاهم. ايوه فاهم. وزوجة ام، زوجة اب داخله قصه انا مخضوضه فيها برضو، اهلي فهموني دي،
يا بنتي هتكوني انت داخله على حوار هيبقى فيه مقارنات، الام الاساسيه اللي هتبقى هي اللي واخده المستحوذه على الحوار بالظبط، انت داخله على مشاكل. وبعدين القصه هو زي تعرف بيني وبينه جه من خلال برنامجي اريده حلا من خلال يوتيوب قناتي. فانا بالنسبه لي كل ده كنت حاطاه في دماغي. انا بالنسبه لي بسنت ميكت انا مش النهارده مش هقول لك لا، انا مش يعني الحمد لله عقلانيه على فكره بالدرجه الاولى، وقلت لما اجي اختار شريك حياتي انا اختاره بالعقل والقلب. وكان في تجربه خطوبه قبل كده وما حصلش نصيب فيها، فاخدت درس، اخدت درس ان هو كان اسلوبه يعني بعلم البنات برضو البعد، ومش كنت اقعد اقول طب يبعد ليه، ده هو تلاقيه كان عشان ظروفه الماديه كانت ما كانش قادر يواجه. ايوه بس قبلت ازاي بجنيه ده المهم. انا بالنسبه لي ما بصيتش على فلوس ولا شفت اي حاجه، انا بصيت الموضوع من ناحيه انا شاريه عمر، لا فلوس الدنيا ولا المظات الدنيا هتغنيني ان انا ماشي، يعني قلت انا هو نبتدي من الصفر ونطلع مع بعض زي عبد الغفور البرعي مثلا وفاطمه كشري. وفاطمه كشري مشهور جدا ده كان مثال. انا كنت بتفرج عشان بكتب سيناريوهات وفي الدراما وكده، فبحب دايما مش باخد المسلسل العمل كده لا، باخده بفهم مغزى المعنى المعنى بتاع العمل. فانا نفسك الحياه كلها مسرحيه مسلسل فيلم، احنا حياتنا كلها كده وبتتكرر. فانا قلت طب ليه لا، طب انا لقيت الانسان اللي أعمل بدور ده. عليه بالظبط، برغم يعني معارضات اهلي كانت يعني لا كانت صعبه وده يخليني اسال عمرو مره تاني ازاي قابلت، ازاي حماتك وافقت او يعني بنوع من انواع كده اقنعتها هم يعني قبلت الواقع ازاي يعني. كان كويس هم ما كانوش رافضيني، معنى ان هم مثلا قالوا لي امشي مش عايزينك لا، كانوا حاطيني بس مع ابن الحلال التاني اللي هو كان قدم لها، بس حاطيني كاستبن بس انت مش عايز ابن الحلال التاني ده خالص، عايزان انا. وانا ما كنتش رامي نفسي يعني، انا كنت من النوع قلت لها خلاص لو حصل انا مش هينفع خلاص مفيش مشكله خالص عادي هسحب، لان كان اهلها يعني اي طب استنى طب مش عارف ايه طب كون نفسك طب جهز فلوس، ان كانوا طبعا كانوا طالبين طلبات ماديه كتيره وحاجات كده. فقلت لهم لا انا مش هقدر يعني ايه افلس نفسي او اضطر ان اخد قرض عشان خاطر الجواز. لغايه ما حصل رحنا بس انت اقترحت عليا قرض. خلي بالك اللي كان متقدم ده كان برنس البرنساء فلوس فلوس فلوس، ولكن القلب ما يختار صح. لا هي اللي تقول بقى القلب ما ايه يقول لك شوفوه بعيوني، يعني انا الناس دلوقتي بقول لهم شوفوه بعيوني مثلا انا شايفاه ازاي. في ناس كتير تقول لك يا بنتي انت عبيطه، انت اكيد وش انت عبيطه بس ليه تستنى ماديين. يعني الموضوع زي ما قلت ارواح تتلاقى وارواح تتنافر. انا الحمد لله روح تتلاقى يعني توافقت مع عمرو، لقيت فيه اللي بقول لك مش بس في لا الشخصيه، يعني يهمني كان الانسان اللي ارتبط بيه شخصيته عامله ازاي. فلقيته جدع وانا عندي الحمد لله يعني وبعلم البنات دي الوفاء والاخلاص الحمد لله. انا مبدئي كده يعني حتى بحب اربي كلاب عشان عندهم الصفه دي. فبحب دايما زي ما قال لك كده، وممكن كان في وسط الطريق كان ممكن ايه تقعد يزهق ويمشي او تزهق انت. لا انا ما بزهقش. لا ايه اللي حصل؟ انا مبدئي معاك لا بقى دي واثقه من نفسها او من حبها فيك يا استاذ عمرو. اللي حصل هي كان في كمان حصل عايز اقول لك يا الصحفي العظيم الاستاذ هاني شمشون الله يخليك تسلم. احنا كان في موقف كمان حصل يعني كان اختبار لعزيمتي وولائي ليها، ان حصل بعد حوالي 3 ايام من الجواز يعني للاسف اهلها خدوا بسنت حبسوها اللي هي والدتها واخوها، حبسوها حبس شهرين في البيت كاملين وغيروا العنوان. انا ما كنتش عارف العنوان، بس انت عايز تقول انا عايز ارجع لزوجي عمرو وعايز ارجع له، ومصممين وطالبين طلبات وحاجات كده، وانا بس كانوا عايزين يطلقوها. فبعد شهر قدرت اعرف العنوان الجديد فين اللي غيروا ليه، واطفاه بمره اتنين تلاتة. كانت متدخل معانا برضو يعني ربنا يبارك لهم الجمعيه المصريه للدفاع عن حقوق الرجل والاطفال في قانون الاسره اللي هي برئاسه المحامي الاستاذ احمد رزق مطر. وبعد ما حاولنا نتفاوض ان احنا نطلعها من بيت اهلها عشان تيجي لي، وهي كل مره اروح عايزه تجي لي، قدرنا نجيب قوة شرطة وعملنا محضر حرامي وترجع وفعلا رجعت معايا بقوة الشرطة بعد ما حوالي شهرين احتجازها. فده كان موقف أثبت هل إن عملوا كده، هل أنا هتخلى عنها ولا مش هتخلى عنها. أنا كنت بتشاور مع الناس، البعض يقول لا ما تسيبهاش، البعض يقول تخلى عنها، افتكرت ما تخلاش عنها والحمد لله هي معايا اهي. فاحنا هنا ايه اتحدينا يعني موقف إن عشان كل أهل اتنين بيحبوا بعض اوعوا تفرقوهم عن بعض بالطلبات المادية الكتير والكلام ده.